التحليل هذا خلينا في المواقف طبعا. من عودة التجمعين اليوم إلى الحياة السياسية، وكيف يمكن أن يؤثر على ذلك سي خليل؟ هذه وضعية سريالية معناها، كأنه باش نرجع بن علي نسمع في خطاب كان في وضع معناها مضحك الحقيقة، نخير ناخذه من الجانب المضحك معناها. هذه ثورة وقعت في البلاد، هذه منظومة كاملة أدت باش يقع التغيير لازم ثورة، ما خلات حتى باب باش يقع التغيير بالطريقه السلميه. اش معنى الطريقه السلميه؟ انتخابات ولا مسيرات سلميه يقع حل، ما ثم ما خلاو حتى مجال للتغيير السلمي على السلمي المدني، خلات اجبرت الشعب الى انه يضحي بابنائه، وهذوما توا اليوم يحبوا يجيو يقولوا احنا معناها عندنا الشرعيه وعندنا القدره وكنا كفاءات. فين الكفاءات؟ هزوا البلاد ثوره، هزوا البلاد لثورة اجتماعية كبرى اللي ما صارتش في طريق تونس. كان وقت علي بن غذاهم، كان هذايا ماهوش فشل، مال شنو الفشل؟ يعني الناس هذوما يحبوا يرجعوا كل وقاحة. وأنا الشيء اللي نستغرب هو أنه اليوم مورينا نلعبوا معاهم حبرة كحلة، ونستغرب الموقف اللي يقول عندهم الحق ولكن ما يترشحوش. شو معناها؟ واضح معناها كي انا عندي الامين العام. لا قلت عنده بالحق، انا امين عام. لا تخش عليا، لا تخش عليا. لا قلت عنده بالحق، اي ولكن ما يترشحوش. لا لا يترشح عنده الحق. لا لا الموقف هذا، الموقف هذا جاي من توجه انتخابي فقط. انتخابي حركة نداء تونس باخذ الامين العام الاخير تاع التجمع محمد الغرياني، كان تعول على القاعدة الانتخابية تاع التجمع، فجاوها مرشحين من التجمع يعني باش ياكلوا لها القاعدة الانتخابية. هذه هي سبب الخلاف حاليا، وما ثماش سبب خلاف اخر. مش صحيح. وهذا موقف معناها متغول في الانتهازيه. معناها انا ما راش تفسير اخر. اليوم موقف واضح، احنا في حزب التكتل قلنا ضد قانون الاقصاء لانه يهم الاشخاص وكذا ويلزم العداله الانتقاليه، لكن معناها نعطيهم كونجي لفتره معينه من قانون الانتخاب. والثورات اللي نجحت خلاف اللي قاله سي خميس هي الثورات اللي ازاحت رموز الأنظمة السابقة وبالخصوص الأنظمة الشيوعية من المشاركة في الانتخابات، وأحسن مثال هو تشيكوسلوفاكيا اللي أزاحت هذيك. يعني هذه كنا في التكتل كما رافضين عرض، احنا كنا ضد، ولكن أنا نستغرب من المواقف اليوم اللي عامل حساب تاع انتخابات. كنت معامل عليك باش تجي تحتي وأنا توا نحميك وتعطيني أصواتك، توا كي أنت ترشحت لا عاد ما يلزمكش، عيب عليك. لأنه قانون معناها إقصائي كامل، معناها كنت كنا مع الفصل، معناها إعادة عاملين فقط على كنتم عاملين فقط على أخلاق الناس هذوما اللي ما ترشحوش. لا كنا مع لا لا كنا عاملين على القانون الانتخابي اللي تم لا لا اسمع القانون الانتخابي. لا 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 صوتنا مع الإقصاء في القانون الانتخابي. وضح الموضوع. احنا كنا صوت معاه، احنا صوتنا معاه، احنا حبينا القانون الانتخابي. النهضة هي اللي رفضت، النهضة رفضت كما في 2011 الفصل 15 اللي هو فصل توافقي وعملته هيئة عياض بن عاشور والحكومة أنا ذاك صادقت عليه، ونذكر التصريحات سيباجي قائد السبسي، وكانت الأمور واضحة. حبينا نعاودوا نفس السيناريو، نرجعوا لتصريح من تصريحات سيباجي.